مراد حلواني 26 سنة إجازة في أدب إسباني وديبلوم في لا ريباراسيون كاروسري صاحب ومسير محل كوزاميا. كوزاميا بدات في 2013 كنا حنا 4 بيرسون أنا والأسوسي ديالي حنا ونيتي 3 أسوسي أو ديبي بدينا في واحد المحل صغير في المعارف في 20 متر كاري كنا 14 خدامة بدينا بورقة أكات كارت موني أكات ديبل عاديين حاليا دابا في السن ديالها 7 سنين عندنا 3 بوان دو فونت جوج في كازا وحده في مراكش عندنا ما يقارب على 70 عامل هاد ليدي كانت ديجا من صغر حنا في العائله كلنا كنطيبوا بحكم اننا ما عندناش البنات في الدار والام ديالنا كانت كتورينا كيفاش نطيبوا ونعتمدوا على نفسنا ابار سا فاش كنت نقرا في الليسي في الكوليج كنت نخدم اون باراليل في مطاعم اللي معروفين كيخدموا لي جون ايتيديون ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم ومن ثم بدات الفكره خديت تجربه ومن بعد بدا عندي حلم انني تكون عندي واحد ليطابليسمو نمشيو بعيد حتى حنا في الدومين اي بو سي با بور ماشي باش نكونوا حتى حنايا نسربيو ماكله وصافي مي باش نديروا الجديد نخدموا بزاف تاع الناس ونكبروا في المغرب. بالنسبه لي زوبجيكتيف ديال كوزاميا ولا ديالي شخصيا بما اننا حنا طموحين بدينا في محل صغير اول حاجه شي كنسبوا للتوفيق توفيق من الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين. ثاني حاجه لي زوبجيكتيف هو نوجدوا فرص للشغل بزاف تاع الناس سيرتو حاجه اللي حنا فكرنا فيها انا والاسوسي ديالي واننا نحاولوا نخدموا معنا المعوقين اللي عندهم اعاقه ولكن يقدروا يخدموا باش يحسوا براسهم بانهم صالحين للمجتمع او ميم طون تعاونهم هما غيعاونونا سي فري غيخدموا معنا غيعطيونا واحد ما غيعطوش بحال واحد انسان عادي مي حنا غنحاولوا نوفروا لهم خدمه اي ابار ان لوبجيكتيف اللي هو مادي هذا معروف عند اي واحد اي شركه كيكون عندها اوبجيكتيف مادي بغا دير فلوس كنفكروا اننا نحلوا اوفيرتور في كل مدينه ان شاء الله سيرتو المدن الكبار اي ماشي كما قلت لك ماشي غير باش نحلوا مي باش نديروا اضافه بالنسبه للخدامه اي ندخلوا دي بلاج داد اون بارطاجيو لو سافوار فير ديالنا. في الصراحه ما كان عندي حتى شي سوتيان من غير الام ديالي اللي خلالي ليا والاخوه ديالي ما كانش شي سوتيان وما كانش شي حاجه كتعاونني اكثر من انني خاصني نحقق الذات ديالي ونوصل الافكار اللي عندي وكنت عندي ثقه بانني واحد النهار ان شاء الله غادي نوصل داكشي اللي بغيت. الوغ الحاجه الوحيده اللي عاونتني هي لا فولونتي. الوغ علاش فضلت انني نكون عندي بروجي وما نكونش سالاري؟ سالاري كتكون كونداني للخدمه عندك واحد الوقت كتبع واحد لاشارت تاع الخدمه واحد لي زوردر اللي كيتعطاوك وانا ما مخلوقش لهادشي. انا عندي دي زيدي ديالي اللي خاصني نديرهم عندي اوبجيكتيف خاصني نوصل ليهم كنخدم بحريه دابا كنخدم بحريه كندير اللي بغيت اي ما كنظنش انه زعما فرق كبير بانك تكون سالاري وتكون بروبريتار سي فري كاينه بزاف تاع المسؤوليه ولكن تقدر دير بزاف تاع الحوايج باغ كونتر كي سالاري عندك واحد ليطاش ديرهم وغتسالي. المشكل الاول زعما اللي كاين في المغرب هو المشكل المادي. المشكل المادي ثاني حاجه مشكل ديال لا اورينتاسيون ما كاينش لا اورينتيك ما كاينش لا يوجهك ما كاينش لا يقول لك ها فين كدير شركه ها فين كتدفع ها فين كتسجل الاسم ديالك ها اللي عليك ها اللي عليك ها اللي ليك وها اللي عليك ما كاين حتى شي جهه اللي مختصه بهالشيء هذا. يعني انت خاصك تقلب على راسك. اول حاجه مشكل مادي اللي كيلقاو اغلبيه الشباب هو لو كابيتال اي لو فون دو رولمون. ثاني حاجه مساله ديال لي كونساي زعما من هذا المنبر كنطلب زعما الا كانوا مسؤولين في الدوله اللي يقدروا يديروا دي بيغو ولا داكشي اللي يقدروا يوجهوا لي جون اونتربرونور مثلا موان دو 30 اون يعاونوهم في المساله ديال التوجيه من ناحيه الوثائق الاداريه من ناحيه لي فورنيسور بزاف على حسب الدومين اللي غيدير داك السيد بزاف ديال المسائل خاصهم يتوجهوا. الناس ما كيعرفوش كيضيعوا الوقت في هذا الشيء هذا واللي باش يتكونسونطراو على لو بروجي ديالهم كيبداو يضيعوا كياخذوا واحد المجهود كبير واحد الوقت كبير. الوغ الا كانت الدوله
وفرات لهم المسائل هذه غيسهل لهم بزاف د الحوايج غيمشيو مزيان في البروجي وبيان سور غادي يخلصوا الضرائب ديالهم غينفعوا الدوله وينفعوا راسهم. الوغ المشكل المادي حنا كنا ضد نتعاملوا مع البنك انا والاسوسي ديالي ما كنتعاملوش بالبنك هذه برانسيب ديالنا اول حاجه وثاني حاجه الا كان عندك مشكل مادي كتعطل باش باش ديفلوبي داك البروجي كتعطل بزاف. حنا كما قلت لك داك الشيء اللي درناه في سيزون قد يكون كانوا عندنا ان فون دو رولمون كانوا عندنا فلوس نقدروا نديري غير في دوزون ونكونوا حالين بزاف تاع لي بوان دو فونت كل وحده على حقها وطريقها. مي العائق اللي قلت لك هو الفلوس. النصيحه اللي نعطي لي جون انتربرونور هو خاصك تعرف شنو بغيتي وداك الشيء اللي غادي دير ما تضيعش فيه وقتك ما تبداش باش ما تكملش خاصك تبدا وتكمل حيت ما تبقاش ديما صغير. الا بديتي غتضيع وقت وفلوس وصحه يعني الا بديتي خاصك تكمل تكون عندك اون فيزيون كلير طول الوقت يختار الناس اللي يكونوا بجنبك هذاك الشريك اللي يكون حداك داك لو ماناجر خاص يكون ناس ثقه ومعقولين وعندهم نفس لومبيسيون ديالك حتى الا تكاسلتي انت هما يدفعوك قدام. اي بيان سور وضعت الوالدين والتوفيق من الله هذا الشيء اول واخر حاجه اللي خاصها تكون ديما الدوله تعرف دير خدمتها عارفه شنو خاص الشباب باش يوصلوا. انا شنو كنطلب من الشباب يديروا هو ما يعولش على الدوله يعول على كتابه لي زيد اللي عنده ويخدم. الدوله عارفه شنو غدير الدوله خاصها دير دي سونتر دو فورماسيون ديال لي زونتربرونور يكونوا غراتوي تعاون الشباب مثلا اقل من 30 سنه دي كريدي اللي يكونوا سون انتيغي توجد لهم بنيه تحتيه عطى الله ما يدار. مي ما نقدرش ندخل في هذه المسائل اللي بليز او موان سياسيه. انا كنهضر مع لونتربرونور ميساج ديال لونتربرونور ماشي للدوله. خدم عندك شي فكره حققها باش ما توصلش لواحد السن وتروغريتي ما توصلش 60 طون تقول كوا غير درت. الوغ سي لو مومون باش تبدا البروجي ديالك دير ايتود وخدم توكل على الله ويكون غير الخير.